معلش انا بدي اسالك اسئله، لكن هاي اسئله تدور اليوم في الشارع والناس بيسالوا عنها وحابين يعرفوا عنها التفاصيل. اليوم انت اضربتي عن الطعام، نعم. البعض بيقول قديش كان ضربك؟ 40 يوم استمر. 43 يوم. نعم. قديش كان وزنك؟ كان 86. كان 86. قديش وزنك اليوم؟ اليوم 65. 65 يعني تقريبا 21-22 كيلو نزلت. طيب لما انت وصلتي على المدينة الطبية واجروا لك الفحوصات الطبية اللازمة، شو كان التنسيق؟ شو كان التوجيه الطبي؟ انا لما طلعوني الاحتلال كان السكر عندي 30، الاملاح نازل، البوتاسيوم نازل، يعني لما يعني الحمد لله الحمد لله بإعاز من جلالة الملك الأمبلانس، يعني الطاقم الطبي من المدينة الطبية، وهن بتوجه بشكر كتير كبير لجلالة الملك وللطاقم الطبي اللي استلمني، يعني من أول ما استلموني من الجسر حطوا لي سكر، انصدموا من حطوا لي أملاح، قالوا لي البوتاسيوم نازل، بلشوا يحطوا لي، حسيت الروح بترجع لجسمي، يعني كان الإشي كتير كتير منيح. التقرير كان كل الأملاح مصفية عندي، يعني كل إشي واصل لحد تحت الحد، الفيتامينات الأملاح يعني هاي ديفنشن كتير عالي، البوتاسيوم هذا اللي بيشغل واحد من اللي بيشغله عضلة القلب برضو نازل عندي، وهذا بشكل خطر على حياتي. يعني كانت الوضع يعني مش جيد جدا. حكوا لي انه بدك تردي تراجعينا بكره، عندي مراجعه بكره. عندك مراجعه بكرة في المدينه الطبيه، بس الطاقم الطبي فحصني العضلات، تخطيط القلب، الفيتامينات، يعني انت كنت دائما تحطي ايدك على حتى يعني هلا وانا بحكي يعني ببذل مجهود صعب كثير اني احكي، يعني القلب يعني عندي بصير يعني ضيق تنفس وبقدرش اني احكي كثير، يعني بيوجع. سلامتك. امبارح قدرين هذا الظرف، امبارح برضه ما قدرتش كملي الحكي. لما اشد حالي جمعنا قبيات لما كنا معاكي تعبت وما قدرت اكمل الكلمه للاسف، يعني برضه. بس انت شو الاضراب اللي اضربت؟ اضراب كلي عن الطعام. اضربت اضراب كلي عن الطعام، فقط اول 14 يوم بس مي بيسمحوا لي عشان يكسروا ارادتي، بعد 14 يوم بالقانون عندهم انه بيسمحوا يدخلوا لي ملح، نص معلقة الصبح نص معلقة بالمساء، مع مي طبعا قد ما بدك، بس طبعا مي من الحنفية بتكون مش مية صحة وهيك. وبعدين بصيروا يدخلوا لك ملح. ضليت لمدة 43 يوم مي وملح، وكانوا يعطوني مرات كنت اخذ بوتاسيوم بس مش دائما، لانه كان ما يعطوني اياه حبوب شراب وطعمه كثير صعب، واخر فترة كنت اخذه بس اخر فترة صار عندي مشاكل في البلع، بطلت اقدر اني اخذه. فطلبت انت انهيتي اضرابك بعد ما عرفتي انه سيتم الافراج عنك؟ لما اجى عندي نائب السفير محمد حميد اجى عندي وقال لي هبه مبروك، وزير الخارجيه بقول لك باعاز من جلاله الملك الاربعاء والخميس انت طالعه. وقتها فكيت كان الإضراب. اي يوم هذا بتعرفي اي يوم؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين لحد الاثنين المساء الساعه 6 المساء. الاثنين مساء فكيتي اضرابك يوم الاثنين بناء على انه خلص باعاز من جلاله الملك انحل الموضوع.